يا لها من عجيبة يا جماعة، والله مصيبة. الدجاج يقول يبكي على حسين قش 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 قش، الجابة كلها هذه سمعت الدجاج. واي حسين قش قش، واي حسين قد قتل، واي حسين قد قتل. عندك اذن وطبلة صوتية وموسيقية تسمع يعني سمعت الدجاج. يوم يا ولد واي حسين قش قش، ونوم يا مدام بعد واي حسين قد قتل. مثل السينا خليت الناس تضحك علينا، ليش؟ ما يصير. محتارين بالدجاج؟ بس احنا دجاج، لو ان مو دجاج عرفنا الصالح من الطالح. غلاوتكم دجاج ولا الذبح، مو بس دجاج. السيدة الزهراء سلام الله عليها لما استشهد حمزة كانت تزور قبر حمزة بالأسبوع مرتين، بالاثنين وبالخميس، وأخذت من تراب قبره، جعلت منه مسبحة وأخذت تراب تسجد عليه. فاطمة تتبرى منك. غائط وريح المعصوم كالمسك والعنبر. ها؟ Oh my God. بس هاي الغنم تجور رجليكم اللي تستمع لكم عبارة عن غنم وعبارة عن جهلة الضحكون عليها. ورد في الحديث السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبعة. عندنا الأحاديث 99 بها موضوعة. والله في رواية عجيبة إن الأرض تتأذى من بول العازم. أستاهم كن نبحثها مختبريا، ليش الأرض تتأذى من بول؟ شنو المادة الكيميائية اللي موجودة اللي ما تتصرف إلا بالزواج؟ ما هو الله خالق سالب وموجب. اكو شحنة اذا ما تمرر بشكل طبيعي شو يصير؟ تراكمات. اتمنى اولادنا اللي يهمهم الاسلام هذا الحديث يبحثونه مختبريا. يا اخي شوف لك واحد عازب وخذ منه عينة وافحصها شوف شنو اللي بيها شنو. ملتهي من البيت للعيادة ومن العيادة للبيت وهكذا دواليك يطلع من الدنيا ما تارك اثر. لا المفروض واحد يتفرغ له ولو بالاسبوع يوم يبحث، التراث قاعد يشير. عم عيونك وعم عيون الجابوك. نويت أن أتوضأ وضوءاً ارتماسياً، نويت أن أتوضأ الوضوء الارتماسي قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش إخوان من الأعلى إلى الأسفل بهاي الطريقة عيتها لكم إن شاء الله. هاي غسل الوجه. يا لها من عجيبة يا جماعة، والله مصيبة. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بهذه الكيفية يا أخوان. وارفعي. أعيد. وارفعي. مش حبيبي؟ وهاي اليد اليسرى أيضا من المرفق نزولا إلى أطراف والله لم أعلم، أجهل منك ولا أغبى منك ولا أعمى منك. ويجيك واحد يقول لك لا تلطم على الحسين، اللطم حرام، لا تؤذي نفسك، أذية النفس ما تجوز. والإمام علي يقول إذا واحد يموت من الألم ما ألومه، يموت يعني شنو؟ يعني من الحسرة يبقى يصيح ويبكي ويدق على رأسه إلى أن يموت. الإمام يقول لا ألومه أبدا. هذا النفاق اللي وصلنا لهاي الحال، ضحكوا علينا يضحكون علينا ساداتنا وكبرانا. لطموا لطموا لا يفوتكم الفوت باللطم الحسنة. لطموا ترى إذا لطمتوا تدخلون الجنة من أوسع أبوابها. لطموا. مو كان عندنا الإمام وما نصرناه، عليه من نلطم عليه؟ الإمام إذا عندنا وما نصرناه عليه من نلطم عليه؟ شو الداعي نلطم عليه؟ من مشى إلى الحسين عارفا بحقه كتب الله له في كل خطوة 70,000 حجة. من مشى لزيارة الحسين لم يرفع خطوة إلا وكتب الله له ثواب حجة. ترى شوفوا الآن شقد الناس تعبانين رايحين للحج، يروحوا يرجعوا صاروا في الآلاف والملايين حتى يحصل ثواب حجة. انت اللي تروح لزيارة الحسين بكل قدم ترفع قدمك حجة، تضع قدمك عمره حجة عمره حجة عمره. الله اكبر.
هذا دليل انكم مو مسلمين. يعني وين نون؟ هذا له اسم يعرف الامام، سلم عليه بعمرته، قال له سولفنا ليش انت ابتلعت يونس؟ قال عرضت عليه ولايتكم ولاية علي بن ابي طالب فرفضها، فكان حكمه ان يكون في بطني في الظلمات. اصدق من؟ اصدق القرآن واجب تصديقه، ام اصدق الحديث الموضوع اذا جاءكم فاسق بنبأ؟ ارتد الناس بعد الحسين الا ثلاثة، واحد منهم ابو خالد الكابولي. نحن كذابين سيدي وما زلنا على طريق الكذب والنفاق. كان الحسين يستطيع ان ينتصر، بل نزل النصر على رأسه فرفضه. يا جماعة قتلتونا بالكذب، يريدون يظهرون الحسين مغامر، يريدون الحسين يظهرونه منتحر. وزوج النبي فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين، زوجها ب 150 ألف يمني. عندك لسان شو سويت بيه؟ تاخذ بيه غيبة، السب بيه، تكذب بيه، أقلها سوي لك حسنة بلسانك، بل كان الله ما يقطع يوم القيامة. شنو هذا الإسرائيلي اللي خليته إسرائيل علينا؟ ها عيني يمخربط أوضاع الناس. أنه لا نستبعد أبدا أن يكون أبو علي الشيباني، بل أنا على يقين مطلق بأن أبو علي الشيباني بإذن إسرائيل وبإذن بريطانيا، هؤلاء كلهم صدقوا بالله العلي العظيم أنهم عملاء لإسرائيل. لا يهاجم أبا علي إلا لص أو قاطع طريق أو حرامي أو منبوذ في عائلته وزوجته. Oh,